السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم على اهم اسئلة الانترفيو كويشنز اللي جات على السيكشنز اللي فات او اللي اغلب الناس بتقدر تسألها لو انت داخل بتشتغل على ميني ستاك او على تشتغل باك اند بس باستخدام النود جي اس. فلازم تكون عارف ايه هي اهم الاسئلة، واتباعا احنا بعد كل مجموعة سيكشنز هطلع لك مجموعة الانترفيو كويشنز. هيسألك ايه هو النود جي اس عامة، تشرح بمفهوم بسيط، تبدأ تتكلم هنا على ان هو بيشتغل بالايفنت دريفن موديل، تمام؟ ايه هي استخداماته؟ هقدر استخدمه في ابلكيشن، في الاي بي اي مع ريل تايم ابلكيشنز. ايه الباكج الجيسون بتاعي؟ ابدا اقول والله ان ده عباره عن جيسون تكست فايل بيبقى موجود فيه كل الديبندنسز بتاعتي وشويه يعني اتريبيوتس موجوده. ايه هو النود باكج مانجر؟ ده المسؤول على الانستوليشن اللي هو الان بي ام. اقدر انستول لايبرز عندي اكريتها واعمل لها ببلشر واقدر ان انا امنتنها بعد كده. ازاي نود جي اس بيشتغل؟ تبدا تتكلم عن ايفنت دريفن موديل وتبدا تشرح هو بيشتغل ازاي والايفنت لوب والستريت بول، وعايزك تستفيد في الحته دي شويه. يبدا يسالك مثلا ايه هو الفرق ما بين الستريت موديل والايفنت دريفن موديل. تبدا تقول بقى سلام لو كمان شرحت له بالرسم او عشان يكون متخيل الوضع بالنسبه له عامل ازاي. كمان يبدا يسالك على ايه هو الفرق ما بين البلوكينج والنون بلوكينج. كل تقريبا كل الاسئله دي احنا اتكلمنا عليها، وتبدا تديله حتى مثال في البلوكينج. احنا عارفين البلوكينج يعني بتتكلم على سنكرونس، والنون بلوكينج بتتكلم على سنكرونس. وتبدا لو جبت له كمان فانكشن زي ريد فايل وريد سينك، ده تقول له ريد فايل سينك وده ريد فايل وده بيعمل ايه وده ما بيعملش ايه، وامثله بسيطه جدا عشان يحس ان انت فاهم. وانت بيعمل معاك يعني الشخص اللي معاك انترفيو يبقى فاهم، يبقى عارف ان انت فاهم الجزء ده بتشتغل ازاي. شكرا جزيلا لكم.